اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ما تنسوش ان بكره ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي عندنا اثنين نهائي، نهائي دوري في كره الطائره رجال، نهائي البطوله الافريقيه هيكون مذاع على الهواء مباشره في تمام الساعه 6، ثم في تمام الساعه 8:30 نهائي ايضا كره السله، نهائي دوري كره السله ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. المباراه النهائيه زي ما حضراتكم عارفين النتيجه في المباراه السابقه ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد 2-2، وبالتالي مباراه غدا ستحدد من سيفوز بالدوري العام في كره السله. نرجع مره ثانيه لكريم سعيد واحمد ثابت هيشرحوا لنا النهارده شويه امور حضراتكم شفتوها او ما شفتوهاش قوي امبارح على النادي الاهلي في مباراته امام وفاق سطيف. اتفضل يا كريم. الشوط الاول كابتن اسلام قدام وفاق سطيف كان في سؤال لازم بيتس موسوي يجاوب عليه. انت كسبان ماتش الذهاب 4-0 ونتيجه مطمئنه لحد ما، هتعمل ايه في المباراه دي؟ وهل ممكن تعتبرها بروفا لماتش الوداد في الفاينل، خصوصا انت تلعب في مباراه اكيد بره ارضك وكمان وسط جمهور اغلبيته منتمي للوداد؟ في وجهه نظر بيتسو موسيماني اجاب علينا بالاجابه الصحيحه لما شفنا النادي الاهلي بيلعب بطريقه فيها هاي لاين ديفنس وبيضغط نادي وفاق سطيف من نص ملعبه. النادي الاهلي كابتن اسلام في بدايه المباراه خط الدفاع بتاع النادي الاهلي في ساعه الهجوم كان واقف فيما يقرب نص الملعب بتاعنا، حمدي فتحي واليو ديانج والرباعي الامامي اللي عنده لا مركزيه من احمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر. أيوه. نادي الاهلي في بدايه المباراه شفنا ضغط شديد جدا جدا على فاق سطيف من اول دقيقه، للدرجه اللي احنا ضغطنا على حارس المرمى في اول كوره كنا هنخطفها زي ما عملنا مع الوداد في ماتش السيمي فاينل. اللامركزيه اللي بيتس موسيماني عاملها في الرباعي الامامي، انا فرحت الشوط الاول ده اداني كده مؤشر ان احنا نلعب في اي حته في افريقيا. هو دي المباريات وده الشكل اللي انت فعلا بتقول لاي منافس انا ما عنديش قد مشكله، وزي ما عملنا مع الرجاء في الشوط الاول. الشوط الثاني كان عندنا حسابات اخرى، لكن مهم جدا ان احنا بنلعب بالشكل ده، خط الدفاع بتاعنا واقف زي بالظبط بنلعب هنا في استاد السلام او بنلعب في استاد القاهره. النقطه الثانيه عايز اتكلم عليها فيما يخص الرباعي الامامي اللي بيتحرك بشكل اكثر من رائع، وطبعا بيرسي تاو بنتكلم على لاعب نجم مباراتي السيمي فاينل من كل الاوجه، شارك في كل الاهداف السته اللي جبناهم، سواء ان هو جاب هدفين وعمل اسيست في 4 اهداف. اللامركزيه ببساطه نازله ان بيرسي تاو اول ما بيلاقي احمد عبد القادر منطلق للامام هو اللي بينزل، طاهر محمد طاهر دايما هو وحسين الشحات داخلين بيلعبوا انسايد. في الماتشين دول ما لعبناش خالص على اللاين. الكوره بتاعت الهدف لما نيجي نستعرضها في الصور اللي معانا هنلاقي ان الاربعه دول مع بعض دايما بيلعبوا في العمق، فعاملين قرب مسافات ما بينهم وعاملين قلق شديد جدا للمدافعين اللي بيفتكروا ان كل واحد من الاربعه دول هيبدا يخترق من فبيتاخد ذهنهم، وبالتالي بنلاقي مساحات كتيره. جبنا هدف بتاع احمد عبد القادر 1-2، وكان بعديها على طول في كوره خدها بيرسي تاو وانفرد بيها بالمرمى لكن شاطها برخي خارج المرمى. وبالتالي بشوف ان اهم نقطه عملناها في الشوط الاول لعبنا بالهايلاند ديفنس، واللامركزيه هتستمر معانا للمباراه الثانيه على التوالي. نكمل الجزء الامامي بقى بتاع بيتسو موسيماني امبارح ازاي لعب بيه. هات التشكيله يا كريم. نعم. بس بص يا كابتن اسلام، احنا كنا بالطريقه بتاعت بيتسو موسيماني الجديده اللي هي اربع مدافعين ورا، اتنين ارتكاز كان اليو ديانج وحمدي فتحي، دول الاتنين الارتكاز، حسين الشحات ناحيه اليمين، طاهر ناحيه الشمال، واحمد عبد القادر ناحيه الشمال، وطاهر قدام وبيرسي تاو. خلينا نتكلم على اهم حاجه بيعملها مستر بيتسو موسيماني، هي تحرك الاثنين المهاجمين الموجودين، واحد دايناميك واحد ستاتيك، يعني واحد او يعتبروا الاثنين دايناميك. الاثنين دايناميك يعني ايه؟ يعني طاهر دايما هو لما بينزل مثلا بينزل يتحرك بين الخطوط، بيرسي تاو بيقوم قاطع ايه ما بين الاثنين المساكين، نفس الحركه دي. تعال ناكد الحركه دي ازاي بالكلام بالظبط. هات شريف وتاو بالظبط. خلي بالك هو دايما يعني مش عايزين برضو تفاصيل قوي علشان ايه ما تودوناش في حته يعني يعني خلينا نتكلم يعني بشكل عام لانه التفاصيل يعني دي طرق يعني لعب. طبعا طرق لعب، بس في حركه يعني انا بشوف ان الفتره الجايه ممكن يكون برضو الحل الامثل برضو للنادي الاهلي ثنائيه
تاو وشريف عامله ثنائيه جميله جدا. بص يا كابتن اسلام، تاو بيدافع في الدقيقه حتى في الدوري يعني. حتى في الدوري تاو بيدافع في الدقيقه 91، بيعمل الاستخلاص ده والتاكلنج ده وبيضغط على مدافع وفوق ستيف. هنا بقى بص ثانيه واحده اقف، مين اللي بيتحرك ده يا كابتن اسلام؟ ده تاو، زي ما بقول واحد بينزل يتحرك بين الخطوط، الثاني بيقطع ما بين الاثنين المساكين. فالطريقه دي بصراحه محمد شريف احسن واحد بيتحرك في ظهر المساكين، وبيرسي تاو احسن واحد بيتحرك بين الخطوط. عشان كده بشوف لو انت عايز تلعب بالطريقه دي انسب اثنين ليهم، اثنين راس حربه، يبقى بيرسي تاو وشريف. ليه كريم؟ بيرسي تاو هو اللي بينزل يسقط، رجع الصوره اللي قبلها كده ثانيه واحده، بيرسي تاو هو اللي بينزل يسقط بين الخطوط، وشريف هو اللي اهو بيرسي تاو هو اللي نازل. هو بيرسي تاو احسن لعيب داخل في دوري ابطال افريقيا بيتحرك بين الخطوط احسن، عشان كده موسيماني دايما بيعتمد عليه، بيعرف يسرق المدافعين صح. هنا بيعمل الاسيست شريف، ممسته اصلا شريف ان انت تحطه يتحرك في ظهر المدافعين. هات الصوره اللي بعدها بقى على طول، الهدف ده هدف اللي جه امبارح في مباراه الاياب، تعال نشوف الهدف اللي جه في مباراه الذهاب. نعم، عشان كده انا بستغرب الناس اللي بتطلع تنتقد بيتسو موسيماني امبارح بعد المباراه. بصراحه يا جماعه ده الراجل شغل فني. ما احنا اتفقنا كل ما يحدث مع بيتسو موسيماني هو ان هو ايه، كل الناس بتحاول ان هي تعرقل هذه المسيره سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. في الدوري ماشي ما بنعرفش، لكن في البطوله الافريقيه على رايك هناك تكتيك واضح جدا بيتلعب، في شغل مدرب يا كابتن، في شغل مدرب واضح جدا، وبيتلعب ازاي وبيتعمل ازاي. ده الاول لما كنا بنلعب 4-2-3-1، وبعدين السنه اللي فاتت لعب 3-4-3 لما رجع حمدي فتحي. خلي بالك اللي انت كنت بدايه السنه اللي فاتت الماتش الترجي، بدايه الماتش الترجي في نص النهائي لما بدانا نحط حمدي فتحي ما بين الاثنين المساكين. خلي بالك اللي انتوا كنتوا بتقولوه كمان، ده هيتغير الماتش اللي جاي. طبعا وفي الدوري لازم دي ميزه. ايوه في الدوري. لا 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 ده لازم. بص مش شرط يا كريم، مش شرط. لا طب انت لو بص اهو، لا والنبي تعالى بقى اختلف معاك. انت لا 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 عندك بيرسي تاو وشريف تاني. مش هخش في الجدل تاني والله. بص بيرسي تاو هنا فين بيتحرك بين الخطوط، محمد شريف بيتحرك ايه بين المساكين. عشان كده بشوف ان الاثنين دول لو بداوا جنب بعض هيعملوا ثنائيه مرعبه. محمد شريف هداف جدا وبدا ياخد الثقه وبدا يسترجع ده هدف الذهاب، كربونة من هدف الإياب نسخة. طب ما هو الاثنين بيتحركوا ازاي؟ واحد بين الخطوط، واحد ما بين الاثنين المساكين. عشان كده بشوف ان الثنائيه دي طبعا طاهر لعيب كبير والقائمه كلها فيها ثنائيات، وقفشه والشريف عملوا ثنائيه لفتره طويله ممتازه جدا. النادي الاهلي عنده خيارات كتيره في دوري الابطال تخلي الرجراجي المدير الفني نادي الوداد النهارده بصراحه هو قاعد بيذاكر النادي الاهلي، عنده تشتيت. هم هيلعبوا ثلاثه ولا هيلعبوني من جوه؟ خلي بالك مباراه النهائي كمان مش هتتلعب، مش هيبقى نفس الاسلوب، هيبقى اكيد ليه حذر معين طبعًا او ليه تكتيك. اسلوب النهائيات دايما بتلعب على تفاصيل صغيره وحاجات تانية. لا وخلي برضو نادي الوداد يبقى شايف بالظبط النادي الاهلي يا كابتن اسلام عمل ايه. دي صوره بقول لك من اول ثلاث دقائق في المباراه، اول ثلاث دقائق النادي الاهلي بيلعب خارج ملعبه وبيضغط، عامل ستاره قدام حارس المرمى بيجبره ان هو يلعب الكره الطوليه، لان بيتسو موسيماني عارف ان نادي وفاق الصيف بيلعب فيها كره على الارض، فريق محترم للغايه. حتى في القاهره لما اضطرب منهم لاعب في دقيقه 35 ما زالوا برضه فضلوا يلعبوا كره على الارض. وبصراحه عبد المؤمن جابوا لعيب ممتاز جدا جدا، واحمد القندوسي فعلا قدموا لنا يعني مباريات حلوه قدام. برضه نشوف النادي الاهلي لو في صوره ثانيه معانا ده هنا في الشكل الدفاعي بقى. النادي الاهلي نشوف الشق الدفاعي بتاعه 9 لعيبه واقفين وراجعين في نص ملعب النادي الاهلي وقت ما كان وفاق الصيف بيهاجم، وسايبين بس بيرسي تاو واقف قدام عشان الهجمات المرتده. وده يبين لنا قد ايه فعلا الشوط الاول احنا عملناه بامتياز، لعبنا بطريقه تقترب من الطاحونه الهولنديه، كله بيدافع وكله بيهاجم، وبالتالي انا بشوف ان دي امور اكيد هتخلي فريق الوداد عنده تشتيت. هل احنا هنروح عندهم نلعب زون ديفنس ولا نضغطهم؟ هنلعب على الطرف ولا نلعب من العمق؟ دي اكيد امور كتيره النادي الاهلي بيقدر يحققها، ولكن الاكيد مليون في المية ان احنا ان شاء الله باذن الله يوم الاربع قدام البنك الاهلي اتمنى على المستوى الشخصي نرجع 3-4-3. اعتقد هتخلينا انت ما عندكش 3 ارتكاز، انت عندك السوليه لسه مصاب هيرجع ان شاء الله، عندك حمدي يعني انت يعني ممكن مثلا يبقى في انت تتجه لرأي يعني حمدي فتحي. انا شايف ان حمدي محتاج راحه، معلول محتاج راحه، انا شايف ان معلول يعني بقى له ماتشين لسه تحس ان هو مجهد شويه عشان ما يحصلوش مزق. برضو حمدي فتحي في الماتش بتاع امبارح باين ان هو مجهد، فانت محتاج تعمل روتيشن. كريم فؤاد جه في وقت معاك كان الدنيا
كويسه جدا جدا يعني كريم فؤاد عمل معانا مباريات كويسه. بتشوف كلوب مع ليفربول قبل مباراه النهائي برضو عنده نفس المشكله دي، ما هي دي قدر الفرق الكبيره ان ليفربول برضو بينافس على الدوري وعايز ينافس على الدوري، فبيقدر ان هو بيريح صلاح شويه بيريح ماني شويه. نفس الفكره انت برضو هنا لازم يعني اكيد البنك الاهلي فريق محترم وطبعا ان شاء الله جداً مهم جدا ان احنا نرجع بانتصار ولكن انا بشوف ان راحت بعض اللعيبه برضو لازم يكون بيتسو موسيماني حاططها في دماغه الفتره الجايه، ان انت واحد زي حمدي فتحي وعلي معلول تحديدا في الفتره الجايه الاثنين دول مجهدين واضح جدا عليهم الاجهاد. تعال نشوف السلبيات بقى، اتكلمنا في ايجابيات كتير، تعال نشوف السلبيات بتاعت النادي الاهلي واهدافه فوق الصيف. اتفضل. بص بدايه الاهداف مشكله 4-2-2 يا كريم، ايه اللي هي 4-4-2 اللي بيتسو موسيماني بدا يعتمد عليها هي الزون 14. الهدفين امبارح جايين من منطقه اللي هي المساحه اللي ورا الثنائي الارتكاز حمدي فتحي وديانج، دايما مشكله الطريقه دي كده. طبعا هنا حمدي فتحي اللي بقول لك عليه مجهد، بس خلي بالك ما كانتش بيندنج اب، دي اتقطعت بس من حمدي فتحي. ايوه بالظبط. تمام. اتلعبت طبعا ياسر هنا برضو اخطاء طبعا مركبه، كل واحد بقى حمدي اتقطعت منه، ياسر كان المفروض يطلع يغطي التسلل يحاول ان يعني يوقع المهاجم في مصيده التسلل، اتلعبت في ظهره. بعد كده الغلطه الثالثه ديانج اتاخر في التغطيه وكان في مساحه حوالي 5 متر وما ضغطش، فاهم؟ فهي اخطاء مركبه، ادي ياسر اتلعبت في ظهره تمام، ديانج برضو اتاخر طبعا قربوا من مروه من مرمى الشناوي، الشناوي طبعا ايه دخلت هدف، فدي ده خطا واضح جدا ان في اخطاء. كذلك التسديدات يا كابتن اسلام من بره لازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا منها لان برده لعيبه الوداد عندهم ايمن الحسوني بيشوط بشكل كويس، لازم نبدا بقى نركز مع فرقه الوداد في الفتره الجايه والتسديدات اللي من بره. احنا هناخدها خط خط الفتره اللي جايه ان شاء الله، ناخد الدفاع ونص الملعب والهجوم والاحتياطي وكل حاجه، هناخد الوداد وعايزين حلقه على الضربات الثابته بس، وحلقه ايه قوتهم في الضربات الثابته. انت حلقتني يا عم على الضربات الثابته. ماتش بيترو اتلتيكو والوداد ده يعني يتقال فيه حاجات كتير، يتقال فيه حاجات كتيره جدا. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده، شكرا جزيلا كريم سعيد واحمد ثابت.